السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة المستقبل؟ عاملين ايه؟ النهاردة مكملين في الانفكشن اوف ذا سكن، وهناخد الفانجس انفكشن. احنا خلصنا البكتيريا، دلوقتي هناخد الفانجس، وبعد كده هناخد الفيرال ان شاء الله. طيب الفانجس انفكشن بتتقسم لايه؟ ليه في عندنا ديرماتوفايت انفكشن، ودي اللي اسمها التاني والمشهورة بيه التينيا، وعندنا سوبرفيشال مايكوزس، واللي بتنقسم لكذا حاجة، بس اللي احنا هناخدهم هم حاجتين بس، البتريازيس فيرسيكولر والبيادرا. في منها نوعين بقى، بلاك ووايت. المهم ان احنا هناخد الايه، النوعين دول بس، سوبرفيشال مايكوزس. وبعد كده عندنا الكانديدا او الكانديدياسيس او المونيلياسيس، ودي عباره عن ييست فطر وبتتكاثر بالبادنج بايه، بالتبرع. انما الدرماتوفايت انفكشن دي عباره عن فيلامنتس الياف وبتتكاثر بالسبورز. تمام، هنا اعمل لك ديفينيشن. دي محاضره، هما محاضرتين، محاضره مايكروبيولوجي ومحاضره جلديه. لما تيجي المايكرو هقول لكم دي الحته بتاعه المايكرو، والحته بتاعه الجلديه هقول لكم دي الحته بتاعه الجلديه. تمام، فالتعريف ده والجزء ده اللي احنا داخلين عليه ده مايكرو، ماشي. انا جمعتهم مع بعض علشان هم قعدوا يعيدوا ويزيدوا في كلام اتعاد وفي كلام ناقص من الناحيه، فاحنا حطينا كل حاجه كده ان هي تبقى انت خدت الموضوع على بعضه عشان تبقى الصوره كامله في ذهنك ما تتشتتش. الديفينيشن، السوبرفيشال مايكوزس هي انفكشنز ليميتد للاوتر موست لايرز اوف سكن وهير ونيل. كده كده الفانجس ما يقدرش ينفيز سيستميك الا لو مناعتك واقعه، الا حد اميونو سبريشن، حد مريض كانسر، حد بياخد دوزس من الكورتيكوستيرويدز عاليه جدا، حد بياخد او حد عنده كانسر، حد عنده اتش اي في ايدز وحاجات من دي. انما ان جنرال لا، هو الفطريات كلها بتبقى على السطح من بره. لو هي اوتر موست قوي اسمها سوبرفيشال. طيب هي بتدخل في الابيدرمس ديب شويه، بالذات في الهير والنيل، يبقى دي اسمها كوتينيوس مايكوزس. طيب هو هنا قال لك الديزيزز درماتوفايتوزس والكانديديزس والسوبرفيشال مايكوزس. الكوزيتيف اورجانيزم بتاعهم هو نفس الاسم، يعني الدرماتوفايتوزس درماتوفايت، والكانديديزس الكانديدا، وبالذات الكانديدا البيكانز، والسوبرفيشال مايكوزس البتريز فيرسيكولر والبيادرا، وفي كرياتو مايكوزس بس احنا اللي يهمنا دول، ودي ودي. تمام، الانسيدنت بتاعها ان هي كومن، بنشوفها، دي مش حاجات رير خالص، ومهمه جدا المحاضره عشان انت هتقابل الحاجات دي في عيلتك، في اصحابك، في الدائره المحيطه بيك، في شغلك وهكذا. طيب نبتدي اول حاجه واطول حاجه معانا هي الدرماتوفايت انفكشن التينيا. الديفينيشن بتاعها ان هي فانجل انفكشن اوف كيراتينوس ستراكشر. اصل هي كيراتينوفيليك، يعني ايه؟ يعني بتحب الكيراتين قوي، وفيها كيراتينيز انزيم، فبتقوم دايجست الكيراتين، بتقبل تو دايجست الكيراتين. فعندي فانجل انفكشن اوف كيراتينوس ستراكشر اللي هي الستراتوم كورنيوم اوف سكن هير ونيل، كوز باي ا جروب اوف كيراتينوفيليك فيلامنتس. احنا اتفقنا ان هي الياف فانجاي اسمها درماتوفايتس. الباثوجينيسيس انه الدرماتوفايتس دي كيراتينوفيليك فانجاي، فبتجرو اونلي في الديد كيراتينايزد تيشو بتاع الستراتوم كورنيوم اوف سكن ويذن والاراوند السكالب هير وفي النيل. وليه هم بيحبوا الكيراتينوفيليك؟ ما هو عندهم كيراتينيز انزيم، فبيقدروا يدايجست الكيراتين فحبوه. طيب بيقول لك ان الدرماتوفايتس 3 جنيرا، يعني 3 عائلات او 3 فصائل كده كبار، مايكروسبورم، ترايكوفايتون، ايبيدرموفايتون. المايكروسبورم فيها مايكروسبورم كانز، فيها مايكروسبورم جيبسم، فيها مايكروسبورم اكوينم، فيها اوديني. الترايكوفايتون فيها منتاجروفايت، فيروكوزم، روبرم، والتونسيرانس. ماشي، الاسماء واحده واحده هتحس ان انت تعودت عليها، ومش مهم خالص ان انت تحفظها من اول مره، على الاقل هناخدها دلوقتي احنا بالشبه، لما نعرف كل واحده مثلا بتعمل مرض ايه، او لما يجي مكانها هنقعد كده نسكمها بالحروف وبالشبه، بحيث ان هي لو جات لك ام سي كيو وفي النظري هو مش هيتطر، يعني مش هيروح يقول لك قول لي 3 جنيره، يعني ما الدنيا ما دقتش بيه المحاضره 30 صفحه، ما دقتش ان هو يسالك في سؤال زي كده، يعني في ليجنز اكبر من كده بكتير. طيب الكلاسيفيكيشن بقى، احنا عندنا 3 كلاسيفيكيشن، 2 منهم يخصوا قوي المايكروبيولوجي، والثالثه اللي هي دي الاكوردنج للكلينيكال مانيفيستاشن. انا كده دخلت في الايه، في الديرما. خلاص، الاكوردنج لليوجوال هابيتات، هل هم انثروبوفيليك؟ يعني ايه انثرو؟ انثروبو دي يعني باللاتيني كده، لما نلاقيها في جمله معنى كده دي هيومن، الانسان. والجيو اللي هي جايه من الارض، والزو يعني في الانيمالز. متفقين؟ متفقين. بيقولك ان هي الانثروبوفيليك دي associated with humans only، وهي
ال person to person transmission، لان انا استخدم objects كالهدوم، الفرشة، الطواقي، الفوط، الحاجات بتاعت شخص عنده حاجة بقى من الانواع اللي هي anthropophilic، ساعتها يبقى في person to person infection و transmission. يعني الجيوفيليك ان انت بتلعب في التراب فانت ممكن تصيبك او حتى تصيب الحيوانات، والزوفيليك هي بالانيمالز، مفيش no human to human infection، انت بتتعامل مع حيوان عنده فبتتعدى منه. تمام. طيب مين بقى عندنا هنا في الهيومن؟ في سكالب وفي فوت ونيل. السكالب الاوديني المايكروسبورم اوديني والترايكوفايتون تونسيران، والفوت والنيل فور از ابيديرمفايتون والترايكوفايتون اوروبرم. الجيوفيليك مايكروسبورم جيبسم، الزوفيليك المايكروسبورم الكانز والمايكروسبورم اكوينم والترايكوفايتون فيريكوزم. طيب ايه الاسماء دي والدنيا دخلت في بعض واللي هي مالها ضلمت كده ليه؟ هقول لك ثانيه واحده، تعالى احنا زي ما اتفقنا ان احنا نقعد ايه يعني لو نليسها كده بالحروف وبالحركات علشان نعدي الليله لو جت ام سي كيو، وان شاء الله مش هتجيلكم. سكالب انفكشن والفوت ونيل انفكشن، انا اقل حاجه انا عايزه اعرف بس انهي نوع في الهيومن، يعني مش مهم حتى تفصيله ان هو سكالب ولا فوت، يعني خلونا بناخدها خطوه خطوه. ان انا اعرفها في الهيومن انه الاوديني دي تفكرني بالعربيه الاودي، صح؟ فهو في حيوان هيركب عربيه اودي؟ لا، انسان. طيب روبرام دي تفكرني بروبي. يا روبي دي حيوان؟ لا، روبي دي انسان. طيب ابيديرمي فايتون، هل في حد اكيد يعني احنا بنحشش دلوقتي، فدي حاجات اللي هو ايه الكلام اللي احنا بنقوله لا يمت للعلم بصله. تمام. الابيديرما فايتون نفتكر كلمه ابيديرم، فاللي هي ابيديرمس يعني، فدي هيومن. والتونسران يعني بصراحه انا مش ما عرفتش حتى اخليها لا تمت للعلم بصله، فنحاول نحفظها التونسران. تمام. طيب الجيوفيليك، الجيوفيليك يعني ايه؟ يعني رمل، ورمل وطينه واه، فتبقى جبس، الجبس بتاع الدهانات والجبس والحاجات دي، فمايكروسبورم جبسة. الزوفيليك، الزوفيليك بقى كانس، كانس اصلا يعني هي باللاتيني فعلا يعني قطه. تمام. واكوينم الهورس، والفيريكوزم اللي هو الكاتل، فاحنا نفتكر كده البقره والقطه والحصان، يعني ما شاء الله يعني فاتحين حظيره. فاكوينم وترايكوفوتن ترايكوفايتون فيريكوزم والمايكروسبورم كانس. انت لو حفظت الجبس ان هو جيوفيليك، ولو حفظت الحاجات بتاعت الهيومن، فاي حاجه غيرهم هتبقى هي زوفيليك. تمام. مره في مره والله بالتكرار، ولما تقرا الحاجه من غير ما تبريشر على خلايا مخك هتحفظها. طيب according to site of infection، احنا خلينا متفقين ان الترايكوفايتون معانا هو الاساس، وهو موجود في الثلاثه، هي ترايكوفايتون ترايكوفايتون ترايكوفايتون، وبعد كده عندنا السكن، بما ان احنا يعني في السكن وهي الكبيره بتاعتهم، فهي الثلاثه هيصيبوها عادي. النيل بقى، النيل ابيديرمفايتون، والهير مايكروسبورم، يبقى الهير مايكروسبورم والنيل ابيديرمفايتون. نيجي بقى للاكوردنج للكلينيكال مانيفيستيشن، دي صوره مجمعه كل انواع التينيا. نعرف بقى كل لما التينيا بتصيب مكان على حسب الاناتومي هيتسمى. نبتدي بالتينيا كابيتس، كابيتس يعني لما بتصيب السكالب وهير. تمام. ان انت بتلبس طاقيه كاب على شعرك فهي تينيا كابيتس، لو هي في الفيس تبقى اسمها تينيا فيشيال، سهل. طيب لو هي في الدقن او في المستاش اللي هو الشنب عند الحلاق باربر، اللي هو باربي، تينيا باربي. طيب الكور بتاع حضرتك كنت بتلعب بقى البلانك، يقول لك الكور ماسلز اللي هو الترنك، يعني اسمها كور بورس، تينيا كور بورس. طيب في بقى عندنا حاجه كده انه المانيكير مش هو اللي بيتحط على الضفر، بيتحط على الضفر اسمه نيل بوليش، انما ماني كير يعني الاعتناء بالايدي، وبادي كير يعني الاعتناء بالاقدام، فهي مانم لما بتكون في الايد، وبيدس بدي كير اهي بيدس لما بتكون في الرجل، انما الضوافر اسمها انجم او الاونايكو مايكوزس. ولو جت في الانترتريجنس اريا او الجروين هنا اسمها تينيا كروريس. يبقى كده دي الانواع الاناتوميكال، واظن ان اسمائها مرتبطه بهي يعني فعلا مكانها فين وسهله الحفظ. تعالوا بقى نبتدي اول نوع معانا اللي هو التينيا كابيتس، وهي صوره الطفل اهي عشان هي مور كومن في الايه في التشيلدرن. تينيا كابيتس او الرينج وورم اوف سكالب، وده الاسم القديم الايه اللي احنا اتفقنا ان هو مش صحيح 100%.
الديفينيشن بتاعنا هي ديرماتوفايت انفكشن اوف ذا سكالب. كلهم كده على فكره، انت لو جيت هتبص على الديفينيشن بتاعهم كلهم لو خدناهم بالعرض، تينيا كابيتس تبقى ديرماتوفايت انفكشن اوف ذا سكالب، تينيا فيشاي ديرماتوفايت انفكشن اوف ذا فيس، الباربي تينيا ديرماتوفايت انفكشن اوف ذا بيرد اند مستاش، تينيا كوربورس ديرماتوفايتك انفكشن اوف ذا ترانك، تينيا مانم ديرماتوفايتك انفكشن اوف ذا هاند، تمام وهكذا. فانت عنوان الديفينيشن انت خلصته. هنا دي حاجه مهمه كده واتقالت في المحاضره، ودي قاعده انه اني باتش، اي باتش ويز لوس اوف هير في السكال بالذات في الاطفال شود بي دايجنوزد تينيا كابيتس لحد يعني الى ان يثبت العكس، لانه اي سبب هيطلع لي او يخلي فيه لوس اوف هير او فيه سكيلز او فيه حاجه في الشعر مش خطيره وعاديه جدا وتتعالج عادي ما عدا التينيا كابيتس، لان انا لو ما شخصتهاش صح وغلطت فيها وكده ممكن تسبب لي سكارينج الوبيشيا، تمام؟ فانا ممكن اضره جامد، يعني ممكن اشوه الطفل ده او ممكن اتغابى في التريتمنت كمان، لانه في هم اصلا مفروض اربع انواع، ففي اللي هو نوع منهم ممكن اخلطه بحاجه تانية وابوظ الدنيا، فهنعرف دلوقتي. بس الفكره كلها انه ايه، اي طفل في كده باتش والشعر مش موجود فيها وفيها مشاكل في راسه وهكذا هي تينيا كابيتس، واتعامل مع ان هي تينيا كابيتس الى ان ايه، ان يثبت العكس. طيب الموديف انفكشن ده هنعرفه اكتر او نستوعبه اكتر لما نعرف الاورجانيزم اللي بيسببها، صح؟ لان احنا لو لقينا ان هي من الانثروبوفيليك هنقول ان هي هيومن تو هيومن انفكشن، لو لقينا ان هي زوفيليك هيبقى هي ايه، من انيمال تو هيومن انفكشن، لو هي جيوفيليك تبقى من السويل. فبالتالي هنا بما ان انا شايفه ان في كونتامينيتد اير ما شاء الله، وفي اندايركت ان انت بتلبس طاقية غيرك، بتسرح بفرشة غيرك، او دايركت انفكتد بيرسون تو بيرسون او انيمال، معنى كده انه في كل الانواع اللي احنا كنا خدناها فوق اللي هي كل الجينيرا يعني بتعمل التينيا كابيتس، تمام؟ بس اهم حاجه عشان يحصل الانفكشن لازم الجمله دي، مايلد تروما از ريكوايرد تو انكيوريت الفانجس انتو سكال، يعني الفانجس عمره ما هيدخل ويعمل المرض الا لما يكون في تروما، الا لما يكون انا كسرت السكن، مهمة جدا. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا ان التينيا كابيتس هو ديزيز اوف تشيلدرن، بس ممكن يأفكت ادلت، بس هو مينلي بتاع الاطفال، وفي فور تايبس، سكيلي والبلاك دوت والكيريون والفيفوس، هما دي صورهم، سكيلي والبلاك دوت والكيريون والفيفوس. السكيلي تايب الكوزيتيف اورجانيزم بتاعه المايكروسبورا، سواء بقى اوديني او كانس، فالاوديني ده بتاع احنا اتفقنا العربيه الاودي بتاعت البني ادمين، والكانس القطه، تمام؟ فهو هيومن وانيمال اهو. طيب البلاك دوت ترايكوفايتون، ترايكوفايتون تونسيران بتاع الهيومن، وترايكوفايتون فيوليشيوم ده ما خدناهوش فوق يعني ما تقلش فوق، بس هو مميز في حاجه ان هو ما بيتعملش بالوودز لايت اللي كنا اتفقنا عليه. طيب الفيفوس ترايكوفايتون شونيليني ده برضو ما تقلش فوق عشان تعرفوا بس انه ايه، ان انتوا يادوب بس اعرفوا اللي فوق دول بالشبه انه ممكن يجي ام سي كيو ولا حاجه. والكيريون ده انيمال فانجاي، هو اختصر عليك قالك انيمال وخلاص مش مهم السبيشيز. يعني لو جينا نبص على شكل الليجن، وده بقى اللي يهمني بقى، هو ده يعني هو ده وده ده المهم، ده المهم جدا، لانه لو هيسالك في نظري او الصوره علشان العملي وهيسالك عليها سؤال نظري. الشيب بتاعنا البيزك ليجن هو عباره عن ويل ديفايند باتش، هو باتش ولوس اوف هير، يعني هي باتش والشعر فيها وقع، هي دي كده وهي تمام، وده اسمه سكيلي تايب، فهيبقى فيها كفرد ويذ فاين جريش سكيلز، وان سام كيسز ممكن تبقى محمله شويه اريثيماتوس. بيقولك الشعر بيكون lusterless وbreak off، تمام، وappear as short stems or become loose، يعني هو النقط السوداء اللي احنا شايفينها دي، احنا مش شايفين السكالب بيضة كده وان هي normal skin، لا السكالب منقطة كده، التنقيط ده بيبقى بسبب ان الشعر وقع، غير ان هو بيبقى شعر قصير، هي short stems، تمام، or become loose easily
ablated resulting in complete loss of hair from the affected patch. يعني ممكن بسهولة جدا القطو كده واشيله وده بينتج عنه انه بيبقى فيه complete loss of hair. ممكن يبقى فيه slight itching او ممكن single or multiple lesions ممكن تبقى موجودة, ولو الكونديشن is neglected الهول سكالب may become involved. يعني هي بتبتدي كده الفنجس بيبتدي في مكانه وبعدين بيقعد ينتشر 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 خلاص بيرمي البر. طيب نيجي للبلاك دوت تايب. البلاك دوت تايب الافكتد اريا شو لوس اوف هير خلاص متفقين, وستادت ويز بلاك دوتس والبلاك دوتس بريزنس اوف بلاك دوتس ديو تو اي بريكنج اوف هير شافتس. مش احنا قلنا الهير بتبقى هير فوليكل تحت كده بتقوم طالعه بالشافت, فهو عند السكين سيرفيس هنا وبتقوم جايه مقطوعه من هنا, فيبقى ايه فكل ده يروح ويتبقى لي حته صغيره كده, فتديني لما يبقوا كتير جنب بعض كتير جنب بعض جنب بعض فيعملوا منظر البلاك دوت بالمنظر ده المنظر ده. تمام. طيب الكيريون او الانفلاماتوري تايب, وده الانيمال فانجاي, ده انفلاماتوري رياكشن ممكن يبقى موجود في حاجه من اتنين, يا اما ابسس لايك سويلنج, يا اما ويل ديفايند دال ريد بليك ستادد ويز مالتيبل باستيولز. من الاخر هو انفلاميشن بيكون حاجه شبه الابسس, بيكون عباره عن بوجي سويلنج raised over the skin surface, يعني بيكون عامل كده والهير are loose ولما بشيل الشعرايه بيطلع سيرو بس منها شويه سيرم على شويه حاجه شبه البص, وفيك كراستنج with matting of adjacent hairs. وهنا بقى انه الدكتور لو ما تعاملش ان هي دي, يعني في الكيريون هنا هو ما تعاملش انه ده تينيا كابيتس وقال لك ده عنده ابسس فيقوم فتحها بالانتيجن مش هيطلع منها بس, ويقوم بسم الله ما شاء الله كده مسبب له ايه سكارينج الوبيشيا. ف اون هيلينج ات ليفز سكارينج الوبيشيا ممكن تهيل without في نسب ضئيله جدا, وكمان يعني تزداد هذه النسب لو حضرتك كدكتور ما قمتش ماسك المشرط بتاعك وعملت انسيجن فيها. الليمفادينوباسي از فريكوينت ممكن تعمل الليمفادينوباسي, ده شكلها دي اللي هي اللي بتكون الريد بليك وفيها باستيولز, وده البوجي سويلنج, ده البوجي سويلنج اهو, وده شويه لا ده ريد بليك ستادت وز ايه وز باستيولز. نيجي لاخر نوع معانا هو الفيفوس او الترايكوفايتون اللي بسببه يعني ترايكوفايتون شونيليني. الافكتد اريا از كفرد باي ليجنز كولد سلفر كاب اور سكاتيولا. يا دي دي فاكرين لما قلت لكم في المحاضره الاولى في حاجات اسمها باثوبلومونيك, يعني انا لو قلت الكلمه دي انا لو قلت سكاتيولا تبقى هي فيفس بلا ادنى شك. يعني روح اكتب على جوجل كده اكتب سكاتيولا بس نقطه وهيطلع لك الصوره دي وصور اختها, بس مفيش حاجه في الكون كله انت مش محتاج تعرف, يعني عارف اللي هو انت مقطع البطاقه وماشي بكارنيه النادي انت مش محتاج تعرف عنها. سكاتيولا او اللي هي سيلفر كاب سيلفر كاب تمام, دي الحاجه المميزه جدا للفيفوس, وهي دي لو هيسالك في الفيفوس هيسالك في السكاتيولا. السكاتيولا ده المفرد بتاعها كونكيف يلو كراست سراوندينج ذا هير فوليكل اوبننج اند از اموزي اودر. ذا ديزيز ديستروز الهير فوليكلز ريزلتنج ان سكارينج الوبيشيا. يبقى النوعين اللي تحت دول اللي هو الكيريون والفيفوس دول بيعملوا سكارينج الوبيشيا, انما السكيلي تايب والبلاك دوت تايب ممكن جدا يعدوا من غير سكارينج فيرجع الشعر تمام عادي خالص. والفكره كلها ان هما الاثنين الشعريه بتتكسر وبتتقطع فبتعمل ان هي بتبقى شورت ستامز ولاسترلس, وبس ده مميز كمان بزياده انه عليه ايه سكيلز عليه قشر. تمام. ده الديفرنشال دايجنوزيس, والديفرنشال دايجنوزيس امبورتنت. differential diagnosis السكيلي تايب بعمل له differentiation لاي حاجه ممكن تعمل سكيلي سكال, اي حاجات قشره بقى السيبريك ديرماتيتس اللي هي القشره الدهنيه والبتريزيس سيروبرا بيلاريس والسورايسس. تمام, وده هناخدهم قدام بالتفصيل. بيقول لك ان الالوبيشيا ارياتا, يعني ايه الالوبيشيا ارياتا؟ يعني الثعلبه. ممكن تحطها ان كونسيدريشن على اساس يعني ان هنا في تساقط شعر بشكل في بؤره معينه, ولكن ثعلبة بقى سورايسز اي حاجة انا بتعامل على ايه تاني, على ان التينيا كابيتس هي دي المرض لحد ما يعني
لحد ما اعملها اكسكلوجن لحد until proven otherwise. طيب الكاريون، الكاريون انا بفرقه عن البيوجينيك ابسس، بفرقه عن الابسس لان هو بوجي سويلينج. الكاريون السيرفيس بتاعه بيكون رف انما الابسس بتكون سموث، انه يبقى فيه بين وفيه كونستيتيوشنال سيمتومز دي اللي هي فاهم فيفر وانوركسيا وهيديك وماليز وكده، دي هتبقى موجوده في الابسس انما مش موجوده في الكاريون. البص لو انا قمت جايه شقاها مش هيطلع بص، انما في الابسس اكيد هيطلع بص. البلاك دوت انا بعمل لها ديفرنشال دايجنوز لايه، للالوبيشيا ارياتا. تمام. طيب العلاج بتاعي ان انا بعمل بريفنتيف ميجرز، انه بدي 2% كيتوكونازول 2% سيلينيوم سلفايد انتل ذا بيشنت از فري اوف ديزيز، ولو سمحت الفرشه والبرش والهيد وير وكل ده المفروض يبقى ديس انفكتد او احرقه اصلا في الزباله. ويا ريت ما لو ليه اخ اخت زوج زوجه يعني ما حدش يستخدم حاجه غيره. التريتمنت سيستميك انتي فانجلز ماست بي جيفن وسيستميك انتي بايوتيك 1 ويك في حاله الكيريون، علشان لو في اي كو باثوجين، كو يعني مع بعض كده، لو في كده بكتيريا نطت قالت الله يعني ما اعمل انا كمان، فانا بدي له كمان انتي بايوتيك وبدي كمان توبيكال انتي فانجل وتوبيكال انتي سيبتيك ان كيريون علشان اريموف الكراست. تفاصيل العلاج هناخدها في جدول في الاخر خالص، مجمع اسماء ايه بس يا رب، مجمع اسماء ادويه الانتي فانجل وكل مرض من دول مدته قد ايه والدوز بتاعته قد ايه، وده الجدول ده مهم جدا. طيب نيجي للنوع التاني تينيا باربي. احنا قلنا الديفينيشن احنا خلاص عرفناه وخلصناه في كل المواضيع اصلا. درماتوفايت انفكشن اوف ذا بيرد والمستاش اريا في الادلت ميل، المود اوف انفكشن فروم مان تو مان وانفكتد انيمالز. الكلينيكال بريزنتيشن عندي تو كلينيكال بريزنتيشن، في انفلاماتوري تايب بيكون شبه الكاريون اهو اللي هو بوجي سويلينج، وده بوجي سويلينج، وفي انه بيكون لا لس انفلاماتوري تانية كوربو بيبقى شبه شوية تانية الكوربورز بقى، ان هو بيكون عبارة عن باتشز سكيلي هنا اهي كل ده، وفيها سكيلز ودراي ريدش وانكلوزنج لاسترلس بروكن اوف هير، يعني الشعر بقى اللي موجود برضو في دقنه وشنبه كده هيبقى بروكن ايه، بروكن اوف هير. انما الكيريون لايك بتكون اللي هي بوجي سويلينج بالمنظر ده، بتبقى شبه الكيريون. ديفرنشال دايجنوزس، ديفرنشال دايجنوزس الفرانكل از ديفرنشيتد فروم كيريون باي ريليتيف لاك اوف بين ولوزنت هير ان ذا لاتر. يعني ايه؟ يعني انه الكيريون ده فانجل انفكشن انما الفرانكل ده اكيوت بكتيريال انفكشن، فده هيبقى فيه بين تمام انما الكيريون مش هيبقى فيه بين. انا هفقد شعري في الفانجل انفكشن مش هفقد شعري في الفرانكل. الدايجنوزز كونفيرمد ان انا اعمل ديتكشن اوف ايه، اوف فانجس. التريتمنت نفس اللي فوق هنا، دي التانية في شوي اهي في النون بيردد بارتس، يعني في الحته اللي مفيش فيها دقن، في الحته اللي بتكون سموث سكن في الفيس بتبقى اسمها تانية في شوي، تانية كوربورز او الليجن المميز ليها او اسمها المميز سيرسينات. ليه بقى؟ الفنجاي بيبتدي من الليجن كده وبعد كده في النص بيحصل هيلينج، وعلى الاطراف بيكون هو شغال بابيوز وباستيوز، عشان كده سميناه اكتف بوردر. بعد فتره الليجن بيبقى كده انه الحته دي حصل بيعمل يحصل فيها هيلينج، وانه هو قاعد يبعت للبوردر ويوسع البوردر ويفضل ومكمل انفكشن. تمام. فهو ده اللي بيخلي بيدي منظر بقى السيرسينيت ليجن اللي هو الانيولار ليجن اوف اكتف بوردر وفي النص كلير. تمام. درماتوفايت انفكشن اوف سكين اوف ذا ترانك والاكستريميتيز اكسكلودنج ايه بقى، هير، لانه لو هير هتبقى تانية كابيتس، والنيل خلاص، والبالم اللي هو المانم والسول البيدس والجروين الكروريس، يعني اي حته غير الحتت دي تبقى اسمها تانية كوربورس. المود اوف انفكشن انفكتد بيرسون او انيمالز او سويل، يعني ثلاث حاجات، يعني هما كل السبيشيز تقدر تعمل التانية كوربورس، او اوتو انوكيوليشن لو حضرتك عندك تانية كابيتس او تانية بيدس و انتقلت من المكان لاخر. كلينيكال بيكتشر كومون في سواء ادلت او تشيلدرن. الليجن ده مهم قوي بقى، ان هي كاركترستيك ليجن، هو عباره عن ويل ديفايند بليك ويز ريزد بوردر. احنا قلنا ان هو اسمه اكتف بوردر وخلاص، اكتف بوردر دي اصلا بتساوي ان هو البوردر يكون ريزد ويكون فيه سكيلز او بابيولز او باستيولز او كراست او فيزيكلز، يعني انت عارف هتحط اي ليجن هيطلع صح.
والسنتر اوف ذا ليجن مور اور ليس كلير، يعني انا كلير جيفنج بقى اللي هو السيرسنت ابييرز. الكوليسنس اوف نيبرنج ليجن مي ريزلت ان بولي سايكليك باترن، يعني لما انا كذا واحد مع بعض، يعني ده مثلا ده ليجن وهنا كان ليجن وبعدين لازق في الليجن اللي جنبه كده، فبدا يبقى ايه بولي سايكليك، او اللي هو اسمها الثاني ايه جيوغرافيك. Some species of dermatophytes produce erythematous scaly patch without scaly center، زي الصورة دي كده، ان هو هنا لا يعني هنا بقت سكيلي، اللي شايفين الابيض ده، الابيض ده هو ده السكيلز، هو ده القشر، وان البوردر مش كلير ولا حاجة، يعني هو ده الكاركترستيك، ده الحلو، ده الليجن اللي احنا عمالين نوصفه. بس في انواع ممكن تبقى زي الصورة دي، الليجن may be itchy، تمام اختلفناش. السايت exposed skin is a site of predilection unless the infection represent an extension from a pre-existing infection. يعني ايه؟ يعني الحتة الجزء اللي انت شايفه exposed skin هو ده السايت، تمام، الا اذا ان الانفكشن دي بتريبريزنت من مكان اخر. جملة ملهاش لازمة. الديفرنشال دياجنوزز، الديفرنشال دياجنوز انا هنا حطيت لكم الصور بتاعت كل مرض هو قال عليه، علشان ايه؟ علشان انت تشوف هو ليه ممكن يبقى المرض ده انا اتلخبط بينهم. يعني مثلا لما يقول لك سيرسنت امتايجو، فهو ده سيرسنت امتايجو، هل هو شبهه؟ يعني شويه، بس انا افرقهم ازاي؟ افرقهم ان هو ده بيبقى لونه شويه لون العسل، تمام، وان هو فيه كراستيشن اكتر، وان هو مش مدي لا السيرسنت ليجن زي التيبيكال بقى. يعني احنا لو بصيت للصوره دي وبصيت دي، فاظن ان هي واضح الفرق. طيب البتريسيس روزيا، البتريسيس روزيا بالمنظر ده differentiated بالكولاريت سكيلز surrounded by erythema، يعني هي دي الابيض اللي في النص ده السكيلز وحواليها erythema. طيب السيرسنات سورايسز زي ما احنا شايفين كده، السورايسز بتبقى مميزه قوي قوي بالسكيلز، وفي حاجه هناخدها في السورايسز قدام اسمها اوسبيتس ساين، ودي لو موجوده تبقى دي سورايسز وخلاص، يعني ده الباثوجنومونيك بتاع السورايسز. اي نوع عامه، لانه السورايسس انواع كتير، انيولر لايكن بلانس والديسكويد اكزيما، تمام. طيب التريتمنت، بدي توبكال انتي فانجل، بدي سيستميك انتي فانجل لو الموضوع اكستنسيف ليش. تينيا كروريس، تينيا كروريس اتفقنا ان هي بتيجي في الجروين سواء ميل او فيميل، هنا هي ده الانفكشن هنا، وهنا برضو ده الانفكشن، تمام. درماتو انفكشن اوف ذا جروين، المود اوف انفكشن اوتو انوكيوليشن او شيرنج الكلوث والتاول، البريديسبوزنج فاكتور التينيا والفطريات، احب ما عليها الهوت هيوميد كونديشنز، الميل بتكون اكتر من الفيميل، ليه؟ ديو تو هاير انسيدنس اوف تينيا بيدس واناتوميكال ديفرنس وذ جريتر اريا اوف اوكلوسيف سكن وير سكروتم از كونتاكت وذ ثاي. يعني ايه؟ يعني الميل بيكون عرضه اكتر للتينيا بيدس اللي هي التينيا في الاقدام، فهو ممكن يحصل اوتو انيكيوليشن، ادي اول حاجه. تاني حاجه ان هو الفرق في الاناتومي بين الميل والفيميل مخلي ان في مناطق احتكاك كتيره اكتر ما بين الثاي، الانر ثاي والميديال ثاي والسكروتم، ففي احتكاك اكتر، ففي هيوميديتي اكتر، فلا هو الميل اكتر عرضه. الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا، الليجن is erythematous black، تمام، with well defined raised border. خلاص احنا اتفقنا ان التينيا عامه في اي حته بقى خلاص active border extending من الجروين down the thigh، زي ما احنا شايفين كده جاي من الجروين وماشي نازل على الثاي، جاي من الجروين ومكمل، تمام. The border is covered with the scales papule vesicle posterior، قلت لك اكتب ان هو raised border وحط اي ليجن هيطلع صح، ممكن يبقى unilateral or bilateral، والcenter is somewhat clear، يعني الى حد ما clear، لانه زي ما اتفقنا ان الهيلينج بيبتدي من النص. mild to severe itching may be present. السايت extension ممكن يمتد للباتوكس، لللور باك او الابدومن، السكروتم والبينس ممكن يبقوا affected، ممكن يأفكت الاجزلة والسب ماماري regions، تمام، على اساس ان هي intertriginous area برضو، فبالتالي نفس الموضوع. الديفرنشال دياجنوزس، الاريثرازما، لان الاريثرازما بتحصل في الانترتريجنس اريا غالبا، خلناها في البكتيريا. بفرقها ازاي؟ بفرقها بالوودز لايت، ان هي كورال ريد في الوودز لايت،
كانديديزس زي ما احنا شايفين في الصورة التانية هي شبهها، بس الكانديديزس بتتميز، هناخدها لسه يعني البارت الجاي، انه ده بتتميز بالنقط دي. النقط دي اسمها ساتلايت ليجنز. يعني احنا عندنا التينيا بتبقى البوردر كده، والهنا في النص كلير سنتر شوية، وبعدين الليجن بيبقى كده. الكانديدا بقى، الكانديدا بيبقى الليجن هنا كده، ولما يبتدي هيل بتقوم هي بعتة واحدة اتنين تلاتة اربعة، فتلاقي الليجن هنا وفي نقط كده عشان يبتدي الجديد، فدي اسمها ساتلايت. دي مميزة قوي في الكانديدا. سيبوريك درماتيتس زي صورة رقم تلاتة، والفليكشر سورايسز، والاتوبيك درماتيتس، والكونتاكت درماتيتس. تمام، كل ده بيسبب احمرار فانا بيتداخل معايا. تريتمنت زي اللي قبلها، تمام، سيرسينات او اللي هي تينيا كوربوريس يعني. طيب نيجي بقى للتينيا بيدس او الاثيليتس فود. بيقول لك الدرماتوفايت انفكشن اوف ذا سول والانتر ديجيتال ويب سبيسز اوف ذا فيت. الانفكشن اوف ذا دورز الاسبكت اوف ذا فوت اور هاند از كونسيدرد تينيا كوربوريس. ودي كده معلومه مميزه جدا. يعني هو الدورزم اوف ذا فوت يعني زي ما احنا شايفين كده ظهر القدم كده، دي تبقى تبع الكوربوريس. انما بطن الرجل اللي هو السول وما بين الصوابع هي دي التينيا بيدس، واسمها تاني اثيليتس فوت اللي هي قدم الرياضيين، على اساس ان الرياضيين بقى بيلعبوا رياضه كتير وبيلبسوا شرابات وحاجات وهيوميديتي عاليه، ممكن يحصل لهم يعني بيبقوا اكثر عرضه. البريديسبوزينج فاكتور اكسسيف يوز اوف ووتر، هايبر هايدروزيس، انا مخليه الدنيا مويست، مخليه الدنيا ميه. ويرينج اوكلوسيف شوز فور لونج بيريود، افضل لابس الجزمه وتكون الجزمه ضيقه فتره طويله. والهوت ويذر، الطقس الحار. كل الكونديشن دي بتدمج السكن فبتقلو انفيجن وجروث اوف درماتوفايتس. الكلينيكال بيكتشر هي الكومنست فورم اوف درماتوفايت انفكشن ان سي كيو. يبقى التينيا بيدس هي الكومنست فورم في كل الانواع اللي احنا قلنا عليها دي، والانتر ديجيتال اللي هي تيجي بين الصوابع ده الكومنست. فكومنست الكومنست هو التينيا بيدس، يبقى الانتر ديجيتال قصدي تينيا بيدس. فبين التينيا بين اصابع الاقدام هي دي الموست كومن عندنا في كل اللي احنا قاعدين نتكلم فيه دلوقتي. بعد كده عندنا في سكيلي هايبر كيراتوتيك، ده بيكون في السول، السول اوف ذا فوت مليان قشر، وفي لو هي اكيوت شويه بتبقى الفيزيكال وبولس تايب، بتعمل فيزيكلز وبولي في الايه في السول برضو. دي صورهم هنا الانتر ديجيتال ما بين الصوابع، ما بين الصوابع، وده السكيلي، وده المليان هنا هي النقط اهي فيزيكال وبولي، وفي هنا ايروجنز بقى وكراستيشنز وكده. السايت سكن اوف تو كليفت سبيشالي اللاترال تو كليفت هنا في السول. الليجن سودن وايت فيشرد وباد اودر، رائحه يعني سيئه جدا. والليجن ماي سبريد تو ذا سول، فممكن يعمل اي نوع من انواع الاخرى. وفاريبل ديجري اوف ايتشنج هنا السكيلي هايبر كيراتوتيك، السول بيبقى فيه اريثيما، بيبقى فيه فاين سكيلينج، وان سيفير كيسز بيكون ماركت هايبر كيراتوزيس، والنيل افكشن از كومون، ممكن الاظافر تتاثر. هنا الفيزيكال وبولس هيكون ايه، هيكون فيزيكال او بول ديفلوب اون ذا سول، بعد كده بتفورم باستيول، بعد كده بترابشر فبتعمل سكيلز. ات از يوزوالي اسوشييتد وذ ذا فيزيكولار ايربشن اوف ذا هاند، يعني ممكن يبقى فيه كمان في الهاند مع الاقدام. تمام، الديفرنشال دايجنوزز الارثرازما، والارثرازما مش بيكون فيها فيشرينج، والوودز لايت بيكون كورال ريد. وبعد كده ممكن ميكس بينهم ما بين الكانديدا، فبيقولك هتفرق بينهم في الكالتشر، ممكن تبقى بكتيريا الانتر ترايجو اكزامبل سوليموناس، ده برضو هتفرق بينها في الاسواب والوودز لايت. طيب السكيلي، سكيلي يعني انا عايزه قشر، قشر زي ما قلنا في التينيا كابيتس اللي هي بتاعه السكيلي تايب، سورايسز والبتريزز روبرا بلاريس، هنزود هنا اكزيما. الفيزيكلو بولس تايب اكزيما وباستولار سورايسز. تمام، التريتمنت افويد البريديسبوزينج فاكتور، وهنا ادي توبيكال انتي فانجل، هنا ادي لو سمحت سيستميك انتي فانجل لان الموضوع بيكون مور سيفير. التينيا مانا الديفينيشن درماتوفايت انفكشن اوف ذا بالم سكن، البالم هنا
البالم هي ايده، من انما لو هي الدورزم اوف ذا هاند احنا اتفقنا ان دي تبقى تبع ايه؟ تينيا كوربوريس. انفكتد هيومن اور انيمال اوتو انكيوليشن من التينيا بيتس، ما هو بيمسك رجله بايده وهكذا. البري ديسبوزنج فاكتور تروما وماسيريشن والبور بريفرال سيركيوليشن. عندنا في ثلاث انواع، سيركمسكرايبد فيزيكولار ليجن شبه الفيزيكولو بولس، وبعد كده عندي سكيلي هايبر كيراتوتيك، وفي كيروسنتريك اكسفوليتنج سكيلز. المهم ان هو سكيلز يعني. والكاركترز السكيلي هو الكومنست فورم اوف تينيا مانم، يونيلاترال في 50% من الحالات. وبعد كده في حاجه، في عندنا 2 فيت 1 هاند سيندروم اللي هو بيكون فيه بقى تينيا بيدس وفي تينيا مانم، يعني تينيا بيدس في رجلين وتينيا مانم في ايد واحده، دي اسمها 2 فيت اند 1 هاند سيندروم. السايد اكستنشن للدورزال سيرفيس اوف ذا هاند ممكن يكمل على الدورزال سيرفيس، وماي اكير ان ذا فورم اوف اريثيرماتوس سكيلي باتش او الكلاسيك بيكتشر اوف تينيا سيرسيناتا. ليه؟ لان الدورزم اوف ذا هاند اتفقنا ان هي اصلا تينيا سيرسيناتا اللي هي تينيا كوربوريس، فيا اما تيجي بالشكل الكلاسيك بتاعها يا اما تبقى عباره عن اريثيرماتوس سكيلي باتش. الليجنز ار ديفيوز سكيلينج اور هايبر كيراتوزيس اوف ذا بالم، اسنتويشن اوف ذا فليكشر كريزز از ا كاركترستيك فيتشر. يبقى الكاركترستيك فيتشرز هنا هو accentuation of flexure creases، يعني انا شايفة التفاصيل والخطوط اللي في الايد. هل طبيعي ان احنا بنشوف نبص في ايدينا بنبص على كل الخطوط دي؟ ده احنا لو بنقرأ الكف مش هيبقى الخطوط عاملة كده، تمام؟ فدي characteristic feature جدا. differential diagnosis بيقولك ان تينيا مانم is often misdiagnosed، however unilateral scale or vesicular lesion ممكن لازم تبقى scrapped عشان نشوفها للفنجس. ده الفيزيكولار ليجن وده سكيلي وده سكيلي. سكيلي هايبر كيراتوتيك ممكن اتلخبط فيه في سورايسيس او كونتاكت درماتايتس، الفيزيكولار كونتاكت درماتايتس وبنفلوكس. ده مش هتسمعوا عنه في اي حته غير في السطر ده هنا بس. التريتمنت نفس التينيا بيدس اللي في النيل بقى اللي هي اونايكومايكوزيس، ده فانجل انفكشن اوف ذا نيل. ومهم قوي 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 ان هو في النيل بليت، ممكن يجي لك يقول لك نيل بيد، ممكن يجي يقول لك نيل ماتريكس، نيل اي حاجه. لا هو نيل بليت. ليه؟ لان النيل بليت هو ده اللي فيه الكيراتين، واحنا اتفقنا بقى ان هي كيراتينوفيلك بتحب الكيراتين. بيحصل نيل ديستروفي، بيتكسر يعني بيحصل ديستركشن في النيل، تمام. البري ديسبوزنج فاكتور يبقى فيه تروما، بور بريفرال سيركيوليشن، اولد ايج. كلينيكال بيكتشر بتاعتنا زي ما احنا شايفين في الصوره كده بيكون وايت اور يلو ديسكولوريشن اوف ذا فري ايدج اوف نيل بليت، often near the lateral nail fold، يعني غالبا بيبتدي من عند the lateral nail fold وبعد كده بي spread toward the base of the nail، وبعد كده النيل ده بيصفر وبعد كده بيبقى بني وبعد كده بيسود، بيحصل فيه destruction. في حاجة اسمها subangual hyperkeratosis. يعني ايه subangual hyperkeratosis؟ الضافر اهو صح، النيل بيد وعليه النيل بليت، وبيبقى تحت هنا كده اللي هو النيل ماتريكس بتبقى طالعه وبتقعد بروليفريت وتطلع لنا النيل بليت. اللي بيحصل بقى انه الفنجس بيدخل هنا، الدرماتوفايتس بتدخل هنا والنيل بيبقى كده، فدي بيبقى اسمها سب انجوال، تمام، هايبر كيراتوزيس. وايت سوبرفيشال باودري ليجن اوفر ذا بروكسيمال نيل بليت، اونكولايسيس بيحصل بقى زي ما احنا شفنا كده، ممكن يحصل كمان complete بقى separation of the nail plate من النيل بيت، و destruction of the whole plate is rare، يعني ان انا ادمر كل البليت ده rare. diagnosis nail clipping وبعد كده بحطه في KOH solution. ليه؟ لانه هو كيراتينو فيلك، يعني هو بيحب الكيراتين قوي، فانا لما اجي اشوفها تحت الميكروسكوب بلاقي ان هي ماسكة في الكيراتين جامد، فانا بحطها في KOH يا اما سيبها 24 ساعة فالكيراتين يدوب علشان اعرف اشوف بقى الفنجس نفسه، او ان انا بقى معديها السلايد على النار مش احرقها، لا بس اعديها كده علشان اختصر وقت، ماشي. examined under microscope for fungus وهم عامل لها كلتشر. differential diagnosis السورايسيس بيعمل بيتنج، بيبقى عامل مغرز كده، بيعمل نيل بيتنج، تمام، وده كاركترستيك اول السورايسيس. ممكن يبقى كانديدا، كانديدا بيكون في حاجه اسمها بارونيكيا از بريزنت. بارونيكيا يعني ايه؟ يعني بيكون في انفلاميشن
هنا في النيل فولد اكتر من النيل نفسه. نيل ديستروفي از بروكسيمال ولاترالي زي ما انا رسمها لكم في البتاع كده. اللانكن بلانس في حاجه اسمها تريجيوم. تريجيوم بيبقى حاجه كده بتبقى عامله كده مخططه كده وماسكه من هنا لحد الاخر كده. هناخدها بالتفصيل قدام. لانكن بلانس تريجيوم وفي لونجيتودينال استرايشن. التريتمنت بدي توبيكال وبدي سيستميك وده اسينشال ناين لاين. التوبيكال انتي فانجل ادجوفنت تو سيستميك انتي فانجل والتيكونازول نيل سولوشن توايس ديلي. البروجنوزز از باد في التو نيل انفكشن وبالذات لو حد عجوز. نيجي بقى للابوراتوري دايجنوزز اوف درماتوفايت. هنا بقى ده من اول هنا رجعنا تاني مايكرو. كل اللي في النص ده كان جلديه. مايكرو ده هنا ديرما وده جدول مهم جدا جدا جدا. وبعد كده يبقى كده احنا خلصنا الايه الدرماتوفايت. تعالوا نشوف اللابوراتوري دايجنوزز فور درماتوفايت. بس الاول هتروحوا تعملوا كوبايه شاي.